اللي صار من اليوم تم القصف في حي الشرق في صاروخين او في موقعين منفصلات. في الموقع الاول اللي هو في المنطقه العلويه من الشرقيه حي الشرقي، وتم استهداف شخص شاب احد الشباب وتم استشهاده. والقصف الثاني كان مجموعه شبان في الحي الشرقي في منطقه ديوان السعدي، نتج عنه 3 شهداء والعديد من الاصابات. منعنا جيش الاحتلال من الوصول للمصابين. قمنا في الدخول للموقع عن طريق اسوار المنازل، قمنا بهدم سور او اثنين ودخلنا من حدائق المنازل لحتى تمكنا من الوصول الى الشهداء. الشهداء كان وضعهم كثير صعب جدا، والشهيد الاخير اللي حاليا نقلناه كان عباره عن اشلاء.